السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا التصحيح ديال ليكزامان نيميرو 8. شفنا في الفيديو اللي سابق شفنا الكالكول ديال لا بونت اونتر البوان بي اي سي، وخرجت لنا هذيك المساله بحال ما هكاك. يعني ما كيهمناش حنايا شنو خرج لينا بكثر ما كيهمنا واش عرفنا اننا نتعاملوا مع التمرين، واش عرفنا اننا نخرجوا المسائل اللي خصها تخرج، القواعد اللي خصها تطبق، كل حاجه نحطوها في بلاصتها. هذا هو الاساس عندي بكثر ما كيهمني الارقام، فهمتي؟ يعني حيت هذه حاله خاصه، فهمتي؟ حاله خاصه يعني تعاملنا مع بهذه الطريقه هذه. دونك نحاولوا نجاوبوا على هاد لي ديفينيسيون هادو اللي قدامنا. كيف ما كتشوفوا ليكويديستانس، ليكويديستانس سيتادير لا ديستانس اوريزونتال ياك اونتر دو كورف دو نيفو، بحال كيف ما كتشوفوا هنايا، كيف ما كتشوفوا هنا قال لك ليكوي ديستانس 50 متر. ليكوي ديستانس ما عرفتش على بربي، ليكوي ديستانس شي حاجه المسافه، الحد المسافه شي حاجه، المهم ما عليناش. ليكوي ديستانس قلنا هي لا ديستانس اوريزونتال اونتر دو كورف دو نيفو. كيكون عندي واحد الكورف دو نيفو عنده واحد الفالور اولا عنده واحد الكوتاسيون، مثلا هنايا عنده الفالور ديالو هو 50، وكاين لو كور بلاغور اللي هي الفالور ديالو هي 100، فهمتي؟ دونك لا ديفيرونس بيناتهم، لا ديفيرونس بيناتهم هي 50، فهمتي؟ يعني لا ديفيرونس بيناتهم. دونك ليكوي ديستانس سيتادير لا ديفيرونس او لا ديستانس اوريزونتال اونتر دو كورب دو نيفو، واضح؟ بالنسبه ليكارتمون هو العكس، فهمتي؟ هي لا ديستانس اونتر دو كورب دو نيفو فيرتيكالمون، بحال مثلا هنايا، بحال مثلا هنايا سميها ليكارتمون، فهمتي؟ كنسميها ليكارتمون بطبيعه الحال. الحاجه الاخرى اللي هي بلون كوتي، بلون كوتي هي واحد لوبيراسيون توبوغرافيك كونسيست ا لوفي، رد معايا البال، لوفي توت لي ديتاي، كاع لي ديتاي ديال واحد البارسيل بما فيها الكونتور ديالها، بما فيها التروطوار اللي كان فيها لي زارب لي بوتو الكتريك لي بوردور لي بيست لي بوي البيير لي باسان، اي حاجه بلوس كو لي كوت. دونك لوبيراسيون الوحيده اللي كتشمل هادشي كله زياده على انها كنخدموا فيها بلانيمتري والتيمتري هي البلون كوتي. البلون كوتي اوبيراسيون بوحدها، فهمتي؟ اوبيراسيون بوحدها هي الوحيده اللي كتجمع ليا ما بين البلانيميتري وكذلك الالتيميتري، يعني بواحد الشكل مزيان مثبت، فهمتي؟ كنهز كلشي كاع لي ديتاي اللي عندي انا في هذاك لونتوراج، يعني كنشوف البارسيل ديالي كاع هادشي اللي داير معاها، شي هادشي اللي داير معاها كيف ما كان. وهادشي اللي هنا هادو كناخدهم دي بروفيل ضروري على شكل دي بروفيل، فهمتي؟ دي بوان كوتي فيهم زيد هاك هالماك كيتخاتو، فهمتي؟ باش نشوفو كيفاش دايره عندنا الارض، لي غولييف اللي فيها كيف دايرين، واش فيهم طلاعي بحال ما هكا ولا داكشي. علاش من بعد المهم غادي نشوفو البروفيل اون لون باش نشوفو هاد المسألة هادي ديالت كيفاش دايره الأرض، كيفاش سميتو كيفاش نديسينيو بروفيل اون لون، وكيفاش نعرفو كيفاش نعرفو الأرض كيف دايره، كيفاش دايرين لي غولييف ديالها. هادشي كله مازال غادي نتطرقو ليه إن شاء الله. دونك حاجة أخرى، أي حاجة قلنا مثلا كانت، مثلا كانت شي طريق بحال هكا جاية شي طريق هكا، كاين هنا دي روكار، كاين هنا دي بوتو إلكتريك، كاين هنا دي لومب، فهمتي؟ كاين هنا دي لومب، كاين مثلا هنايا أي حاجة، أي حاجة كاين هنايا بير، فهمتي؟ كاع داكشي كنبينوه، فهمتي؟ بلي كوت ديالو بزاد بكلشي، فهمتي؟ دونك هذا هو اللي كنسميوه حنايا البلون كوتي، ياك. نمشيو السؤال الأخير اللي هو سؤال بسيط وسهل وما يديش لك حتى دقيقة من وقتك، فهمتي؟ اللي هو كالتالي،
La distance sur la carte est 7 face à 6 entre A et B. Il y a de calculer la distance réelle entre les deux points. Calculer la distance entre les deux points. C'est là ou c'est là? كيف ما قلنا قبيله ان شاك يونيتي كتعطيني مثلا هذه في 500 وتعطيني 500 كل واحد سنتيم بيعطيني 500 سنتيم هذه في البلان هذه اون رياليتي سيتادير الا بقيت انا نازل معاها 2 سنتيم شنو بتعطيني يعني هادي ضربتها هادي ضربتها في جوج يعني بتعطيني 2 فوا 50 نزل عاود ثاني 1 فوا 3 سنتيم شنو بيعطيني بيعطيني 3 فوا 500 غادي هكاك بينما نبقاو غاديين هكاك حتى ل ان فوا 1 égal n fois e. N هي h هي le nombre انا ديال لي سنتيم اللي عندي ولا داك العدد انا اللي عندي sur la carte. N هو le nombre de mesures sur la carte et e l'échelle. فهمتي دونك انا الى جيت بغيت نطبق هذه المساله هذه نطبقها بكل سهوله يعني هي 8.7 مضروبه في 500 واضح يعني ندير 8 لا ماشي 8.7 7.6 x 500 ايغال شحال عطاتني 3000 800 انا باش بغيتها الا بغيتها بالسنتيم راه صافي سالت المهمه ولكن الا بغيتها بالمتر راه بغيت نقسمها على 1000 يعني بطاتشيني 3.8 متر فهمتي مثلا نعطيو مثال اخر قال لك اسي جاوا تعبرت انا 10.2 سنتيم في لاكارت وعندي ليشيل هو 1/5000 يعني شحال لا ديستانس غير اشنو غادي تمشي غادي دير غادي تشد هذيك 10.2 غادي تضربها في 5000 ياك غادي تضربها في 5000 شحال غادي تعطيك غادي تعطيك 51000 تعطيك 51000 اش سنتيم الا بغيتيها بالمتر بتقسم على 1000 اللي هي بتعطيك 51 متر اه بهاكا باش كنزيدو لقدام بهكا باش كنكونو كنضبطو المسائل كامله فهمتي باش كنضبطو المسائل ديالنا كامله وما باقيش كنلقاو فيهم اشكال واضح دونك نتمنى انكم تكونوا استوعبتوا هذه المسائل وضبطوها وجاتكم بشكل مزيان فهمتي وفهمتوها بالشكل المطلوب ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته